تطبيق عملي يعني. وهذا هو الذي سبب اختيار هذين المقطعين، هو أنه يلخص ما أريد أن أبثه لكم، ما أريد أن أعلمكم إياه لكي تتملكوه كمنهج يعينكم بإذن الله تعالى على التعامل مع مختلف القضايا التي يمكن أن تثور. أولا الجانب المعنوي، لا ترع، لا تخف، لا تخشى من إثارة شبهات وأباطيل، حتى ولو كنت تظن بأنه لا جواب عندك ستجد الجواب، لا مانع من البحث والسؤال، وهذه معادلة مهمة عندنا، نحن لا نخشى من البحث والسؤال، لا نخشى من أن نتعلم وأن نعلم غيرنا، لكن حينما نكون في جهل فإن هذا لا يعني أننا في ضعف وأننا على خطأ. فإذا كن على ثقة من دينك لكن لا تخشى من البحث والسؤال، إذا كنت لا تعرف الجواب تقول لمن يسألك أو لهذا الذي يبحث سأتيك بالجواب بمشيئة الله، غير مأمور أن تأتي بالجواب في لحظتك تلك ويكون بعد ذلك الجواب خطأ. الحاصل أن هنا بكل هدوء وطمأنينة نفس وثقة وعزة تتعامل مع الموقف. ثم ما هو الهدف؟ إذا كان الآخر يريد فقط أن يبعث فيك الشك والريبة والشبهات، وحتى لو أتيته بما تأتيه به من أجوبة مقنعة وردود إلا أنه لا يلتفت إليها، يعرض عنها ويأتي إلى قضية أخرى ثم ثالثة ثم رابعة، فهذا مضيعة للوقت وأعرض عنه. القرآن الكريم يعلمنا ذلك، ماذا يقول؟ لما أكثر بنو إسرائيل سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا آيات بينات، أرادوا وأتاهم بما سألوه وأجابهم عما سألوا عنه، جاءوا مرة أخرى وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ ماذا جاء الجواب القرآني؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. هنا انتهى حاجة الإقناع، انتهت هنا إقامة حجة بالتحدي، أنه مهما تظنونه مما يكبر في نفوسكم من أشد المخلوقات قسوة وصلابة إلا أن القيامة كائنة وأن الساعة آتية. انتهى إقامة الحجة وحوار العقل. لماذا أنا أقول هذا؟ لأنه كما قلت لا أريد أن تصطنعوا مناظرات، لكن يا يعني صديقي يا أخي لماذا تسأل؟ ما الذي تريد؟ إذا قال لا أنا لم أفهم هذا الشيء عن الإسلام، أو أنا أثيرت عندي هذه الشبهة، أو أريد أن أتعرف، فحي هل أهلا وسهلا. لكن إذا كان لا أنت ترى بأنه لا يريد أكثر من التشويه والشكوك، ولو أتيته بما تأتيه به من حجج وأدلة لا يقتنع ويخرج عنها، فلا تضيع وقتك، أنت هناك في غرض مخصوص وعندك وقت محدود تقضيه فيما أنت فيه. ترتيب الأولويات، يعني إذا كان يأتيك ويقول لك حقوق المرأة وهو لا يؤمن بالله عز وجل ولا بقرآن ولا بنبي ولا وغير مستعد للإيمان، فأنت لا تدخل معه في قضية جزئية في حين أن الأصل هو لا يؤمن به، أنه لا يؤمن بالأصل أساسا. كذلك يعني القضايا ينبغي أن ترد إلى سهولتها ووضوحها، لسنا بحاجة إلى التعقيد. مرة طالبة يعني عندها كثير من الريبة والشك، وبلغت مبلغا، لماذا؟ لأنها تقول لماذا نعبد الله؟ دخلت في هذه المتاهة وتقول إذا كان الله غني عن العالمين وأنا لا أشعر بحاجة إلى العبادة فلماذا أعبد؟ فسألت ابني في الصف الثالث، قال لأننا نحب الله ونخشى العذاب، وانتهى. وكلام صحيح 100% كلام صحيح، هي ليست كل الأسباب، لكن هناك عبادة ناشئة عن محبة، هناك عبادة ناشئة عن خوف، هناك عبادة ناشئة عن رغبة فيما أعده الله سبحانه وتعالى، هناك عبادة ناشئة عن رهبة من العذاب، هناك عبادة بمعنى الالتزام والاستقامة من باب التقيد بالنظام. ستدخلون جامعات متنوعة ستجدون فيها أنظمة لا تجدون لها تفسيرا ولا تعرفون، لكن الجواب ماذا؟ هذا هو النظام. تريد أن تكون طالبا في هذه الجامعة عليك أن تتقيد بهذا النظام، فكيف إذا اجتمعت هذه الأسباب كلها؟ إذن لستم بحاجة كما رأيتم في الجواب السابق، يعني لما أعطاه صفعة هو كان يريد أن يعلمه وعلمه من خلال إجابات بسيطة، أن الألم لا يرى، قد يأتي وقت ويصور ذبذبات موجات غير ذلك،
لكن هل يعني أننا الآن نحن لا نؤمن بوجود الألم ولا نشعر به ولا نحس به وبالتالي لا نعرف أنه موجود؟ لا. وكذا الحال بالنسبة يعني القضايا الأخرى التي ذكرها، نحن بحاجة إلى أن نردها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيضا كما تقدم، أنت لست في حاجة، أنا ألخص لكم المنهج، لست في منهج عملي الآن، لست في حاجة إلى أن تضع نفسك في موضع الضعف والاتهام. كما قلت، الذي يؤمن بالله عز وجل وباليوم الآخر بكل الرسالات بالأنبياء والمرسلين ويجلهم ويوقرهم بما أنزل الله عز وجل من كتب سماوية لا يستحي من شيء، لا يكون في موضع الضعف. غيره الذي لا يؤمن هو في موضع الضعف، هو الذي بحاجة إلى أن يبرر نفسه، أما أنت فلست بحاجة إلى تبرير نفسك. أيضا لا تقبل شعور بالذنب الجماعي، نحن نعترف بالحق، قد يرتكب مسلم خطأ، قد يأتي جريمة نكراء ضد البشرية، هذا ذنبه هو، هذا ليس من الدين ونحن لسنا شركاء معه، هذا خطأه هو ويعالج وينظر ويعامل هذا الخطأ وفقا له. لا تشعر بالذنب الجماعي، يسمى collective guilt، هي من أساليب يعني الإضعاف في المناظرات، أن يضعك في موضع الضعف وأن تكون في موضع التهمة فتشعر أن خطأ غيرك أنت مسؤول عنه. لا، أنت لست مسؤول عنه. كذلك لا تحمل أحيانا الحماس يدفع الفرد منا إلى أن يحاول حينما يريد أن ينفي شبهات عن دينه إلى أن يأتي بأمور غير صحيحة، يبالغ، يأتي بنظريات مثلا غير ثابتة علميا ليحاول أن يبرر بها بعض التفسيرات بعض التأويلات. لا، لا تدخلوا دينكم في هذه المتاهة، لستم بحاجة. حتى إذا قلتم ولا تقف ما ليس لك به علم، إذا قلت لا أعلم لا حرج عليك، سأتعلم سأبحث. ثم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تلجؤون إلى أهل الاختصاص في كل فن، في أنت لن تحيط بكل شيء علما، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. حول الحرج إلى الآخر، هذا التكتيك يصلح كثيرا. يعني ما الذي يجعلك تؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم لفظ الصلاة والسلام من عندي، أنه نبي رسول، لماذا لا تجعله مصلحا قائدا مفكرا؟ كيف تجيب؟ حول الحرج إلى الآخر، ما المانع؟ لماذا لا أفعل؟ هذا سيعطيك فرصة أنت للتفكير. هذا لما قلت يعني تكتيك نافع من التكتيكات التي تصلح حتى في الشأن اليومي، إذا سئلت سؤالا محرجا وأنت لا تعرف له جوابا، تقول لصاحبك الذي سألك لماذا تريد أن تعرف؟ هذا سيعطيك وقت للتفكير. احفظوا هذه التقنيات، هذه التكتيكات في الحوار، مهم مفيدة. لماذا اخترت هذا التخصص وأنت ما عندك هكذا جاءت البعثة ولا تريد أن تظهر هذا السبب الحقيقي؟ فإلى أن تفكر في سبب تقول للسائل لماذا تريد أن تعرف؟ ما المانع من دراسة هذا التخصص؟ واضح؟ هذا يصلح حتى في المناظرات الدينية، حتى فيما يتعلق بالشبهات، نجد هذا في القرآن. لا تظن أن هذا من عندي، لما يأتي الله سبحانه وتعالى ويشكك الكفار المشركون في وجوده ماذا يقول؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعيد السؤال إليهم، وهذا السؤال ليس فيه في الحقيقة أدلة إلا في ذاته. أولا هو يعني تحقير لسفاهة هذا الطرح، أفي الله شك، لكن لما قال فاطر السماوات والأرض، فطر أي أوجد من عدم، خلق من عدم. وهنا تحتاج أحيانا إلى تصحيح سؤال، هذا مرتبط بالقضية الأولى، لما يأتي ويقول لك لماذا تؤمن أن محمدا نبي رسول، تقول ولم لا، هو سيبحث، عليه هو أن يبحث، ما المانع من الإيمان برسل وأنبياء بعثهم الله عز وجل واصطفاهم؟ أيضا يعني لا ترى، إذا لم تصل فورا إلى نتيجة أنت بإمكانك أن تبحث وأن تسأل أهل الاختصاص وأن تتأنى وأن تقول لسائلك سأتيك بالجواب.
بالمناسبة هنا فيما يتعلق بهذه القضايا يعني هذه التقنيات هناك بعض القضايا أريد أن أنبه عليها ونعرف أن الوقت يدركني سنأخذ من الاستراحة شوية. بعض الخصوصيات اليوم لا ننصحكم بكشفها. الوضع في العالم الغربي بشكل عام اليوم لا يحتمل لا يسمح لكم بالإفصاح عما تعتقدونه فيها لأنها صارت مجرمة قانونا، فإن لم تكن مجرمة قانونا فإنها تدفعكم إلى كثير من الحرج والمضايقات والتشهير. قضايا التي تتعلق بالشذوذ الجنسي، القضايا التي تتعلق بالشذوذ الجنسي وبزواج المثليين على سبيل المثال لا تبدوا فيها آراءكم شخصية، احفظوا عني هذا الكلام. إذا اضطررتم قولوا الإسلام يقول كذا، إذا اضطررتم لماذا؟ لأن إذا ظهر منك تنقيص أو ظهر منك موقف حقيقي صحيح على أنه موقف شخصي منك فستدخل في متاهة من discrimination، تمييز عنصري، من هضم حقوق فئة من المجتمع لها حقوق أثبتها القانون إلى غير ذلك، وقد تؤاخذ قانونا. لكن أن تقول أن الإسلام يقول بأن الممارسة الشاذة جنسيا حرام وأنها معصية لا إشكال في هذا، أنت لا تحكي رأيا شخصيا لا إشكال، لكن إذا اضطررتم انتبهوا، أحيانا قد يكون في مزاح، قد تضطرون إلى هذا، يعني قد تدفعون من حيث لا تشعرون لإبداء بعض الآراء في مثل هذه القضايا. لا انتبهوا، لابد أن تعرفوا واقع المجتمع الذي أنتم فيه، ولستم في حاجة يعني ممكن أن تقول يعني أنا عندي رأي شخصي لكن أو ما عندي رأي شخصي، وأنت تقصد رأي شخصي مستقل وإنما رأيك من رأي دينك الذي تنتسب إليه، فتقف عند هذا الحد. أو لا أريد أن أتحدث في هذه القضية، فانتبه، يعني ما كل ما يصلح أن نتحدث فيه هنا يصلح أن يتحدث فيه في ظل هذه الأوضاع في مكان آخر من العالم. الأمر الثاني، أنا قلت أمران، الأمر الثاني بعض المباحات الشرعية مما يعني يتناول بدن الإنسان من نحو، وسأكون صريحا أكثر، الختان والخفض لا تكشفوا هذه القضايا، لا تكشفوها لأنها أيضا صارت تجرر ويمكن أن تستدرجوا، يمكن أن تستدرجوا وبعد ذلك يعني يترتب عليها مؤاخذات ومتاهات قانونية ويمكن أن تصل حتى إلى حد إن لم يكن إلا التشهير الإعلامي فأنتم في غنى عن ذلك، لا سيما أن هذه القضايا من الخصوصيات، يعني بكل سهولة none of your business، هذا ليس من شأنك، ليس من خصوصياتك بكل سهولة، أو تعرض عن الدخول في مثل هذا النوع من المناقشات. واضح؟ ومع ذلك لا تيأس إذا لم تصل إلى نتيجة في قضايا الحوار التي تستحق الدخول كما قلت، لأن هناك آلية، هناك منهج ستتبعه. وأخيرا أن عدم الاقتناع لا يعني خطأ الجواب، حتى إذا كنت أنت غير مقتنع فحاول أن تقتنع، طالما أن الجواب ما كل أحد مثلا يعني من حتى من عموم الناس يأتي ويقول بأن الهيدروجين زائد أكسجين يؤدي إلى ماء، لا يتصور، يقول هذا يعني خرف، لكن أنت تعرف أن هذا كلام صحيح عن نظرية حقيقة علمية صحيحة، فحتى غيرك الذي لا يقتنع بها لا يعني أنها خطأ. هذا هو المنهج الذي نريده. وأما مسألة الوقوف عند الظواهر هذه تتناول الشبهة الأخيرة، إذا تذكرتم لما قلنا بأن هناك مثلا قضايا المرأة، ميراث المرأة، الحقوق المالية للمرأة أو العقوبات، هذا الدين نظام متكامل لا تأتي إلى جزئية منه وتقول بأن سنعالجه، سننظر نعم في حقوق المرأة في الميراث، وتأتي ويقال لك بأن نصيب البنت نصف نصيب أخيها الرجل، نصيب الأخت نصف نصيب أخيها الرجل الذكر بنص القرآن، وهذا تمييز وهذا إلى لا، هذه جزء من تشريع متكامل. إذا كان يراد أن يناقش فينظر في التشريع، ما هي الحقوق، ما هي الواجبات، ما الآثار المترتبة، كيف يكون كل هذه، وهي جزء، هذا النظام المالي جزء من تشريع أخلاقي، جزء من تشريع اجتماعي، جزء من تشريع إيماني، هي جزء، لا تأتي إلى هذه الجزئية وتعالجها استقلالا، هذا فضلا عما تحتاج إلى معرفته أيضا ما هي منزلة الإسلام، ما منزلة المال في الإسلام، هل تملك الإنسان لمال أكثر يجعله صاحب منزلة أعلى
وأنه أكثر كرامة من غيره وأنه أحظى عند الله عز وجل وعند الناس؟ لا، هذه النظرة المادية أصلا ليست عندنا. يعني ماذا يعني أن يكون نصيب شخص أكثر من نصيب شخص آخر؟ لا يعني شيئا، لأن المال إنما هو مما سخره الله عز وجل وجعله قوام هذه الحياة، لكن سيسأل عن كسبه وعن إنفاقه، إما أن يكون سببا للأجر والثواب أو أن يكون والعياذ بالله سببا للعذاب والوزر في الآخرة إذا لم يحسن التصرف. هذه هي التي يعني أريد أن تركزوا عليها كمنهج عملي، ويمكن ما تقدم من تلخيص هو الذي يعينكم على التعامل مع قضايا وفروع وجزئيات لا حصر لها، لكنها لن تكون خارجة عن هذا المنهج بإذن الله تعالى. أما ما يتعلق بالأسباب فسأمر عليها سريعا. يعني لماذا يحصل هذا؟ ولماذا في العالم يعني غير البلاد الإسلامية؟ طبعا هناك يعني عدة أسباب، إما أن يكون السبب الذي يفضي إليها ناشئا عن هوى وشهوات، أو أن يكون ناشئا عن جهل، أو أن يكون ناشئا عما يعرف يعني الحريات، حرية التعبير وحرية الإنسان، حرية ممارسة، حرية الحوار، أو أن يكون ناشئا عن أفعال بعض المسلمين. هناك أفعال للمسلمين تنفر من الدين، أفعال لا تمت إلى الدين بصلة، لكنها للأسف الشديد يعني يدعي مرتكبوها أنها من الدين. ولماذا أنا أريد أن أقف عندها هذه فقط؟ لأن باقي الأسباب واضحة معلومة، لكن أفعال بعض المسلمين أريد أن أحذركم، لأنه فعلا هناك جماعات، هناك أفراد متطرفون كما سمعتم في المحاضرات السابقة لدى الجنسين. انتبهوا، لا تدخلوا أنفسكم في مثل هذه الجماعات وهذه الأنشطة، ولها علامات، أنا سأذكر العلامات الشرعية لها. إذا كانت هناك حلقة سرية هذه علامة، إذا قيل لك بأن عليك أن تؤدي قسما لحفظ الأسرار، أسرار هذا العلم وهذه الحلقة، هذه علامة. إذا قيل لك سبيل التوبة الشهادة، هذه علامة، لأن سبيل التوبة وترك الذنوب هو الاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. ما مقصود أن يقتل نفسه حتى يتوب، لا، غير صحيح. ولذلك تجدون كثيرا ممن يرتكبون أفعالا كانوا في منتهى والعياذ بالله الانحراف وإتيان الشهوات، تصور لهم على أنه لا يمكن لهم أن يتوبوا إلا إذا يصور لهم على أنهم قتلوا أنفسهم في سبيل الله. لا، غير صحيح. التوبة أسهل من ذلك، هي انكسار قلب ودمعة عين وإقبال على الله سبحانه وتعالى واستغفار وأداء للحقوق، ما تحتاج إلى طقوس، ما تحتاج إلى شيء. هكذا دعا الله سبحانه، هذه علامة، هذه علامة من ضمن جملة علامات، احفظوها عني. إذا كان كما قلت هذه الحلقات، لأن التعلم أمر يسر به الناس ويظهر مثل غير أنواع العلوم الأخرى، لماذا تكون يعني التعلم الشرعي أو التفقه في الدين يكون يعني في نطاق سري وبحاجة إلى أن يقسم أو بحاجة إلى أن يعطي عهدا لغيره؟ لا، هذه كلها علامات. إذا كان أيضا الذين يدخلون أو يدرسون فيها يفسقون، يكفرون، يبدعون الناس، هذا هو شغلهم الشاغل، هذه قرينة، لا تعتمد على المظهر، لا تعتمد على المظهر، وإنما تنظر إلى المضمون، إلى الجوهر، وهذا مدعاه، هذا سبب يدعوك إلى أن تتخذ إجراءات، أن يعني تلجأ إلى إخوانك، تلجأ إلى الملحق الثقافي، تلجأ إلى أسرتك، تتواصل معهم، لأن كل هذه علامات. الحديث أيضا، الإكثار من الحديث عن واقع المسلمين وعما يفعله أعداء المسلمين وما يفعله من الكفار وإلى آخره، أيضا ليدخل منه بعد ذلك إلى كما قلت يعني إتيان أفعال غاية في التطرف والغلو، هذه أيضا من العلامات. الآن خلصنا نحن هذه، وسأنتقلنا سريعا إلى المحور الثاني والأخير مما لا صلة له بهذه، بموضوع العقيدة والجانب الإيماني والشبهات. ما لم يكن عندكم سؤال سننتقل، قد تكون هناك أسئلة في الآخر، لكن أردت فقط أن أنقل إليكم مع وجود الإخوان من وزارة التعليم العالي بأننا في مكتب الإفتاء قمنا بتدشين صفحة في الفيسبوك بإشراف مكتب الإفتاء لهذا الغرض خصيصا، للطلاب المبتعثين في المقام الأول، وهذا هو عنوانها: يقين
ما وجدنا إلا يقين فور، ففور ما لها علاقة إلا بيعني شركة الفيسبوك، ما جربنا يقين، يقين 1 2 3 4 شبكة معنا. إذن هي يقين فور هذه الصفحة وقد فتحت اليوم، يعني هذا تدشينها الرسمي هو بوجودكم ومحضركم، ويمكن لكم أن تزوروها. فيها بعض المقاطع إلى الآن، بعض المقاطع التي كانت للطلاب المبتعثين قبلكم مما اخترنا لهم، مما يتعلق حتى ببعض مسائل فقهية، يتعلق مسائل فقهية، يسألون عن صلاة سفر، يسألون عن الطعام الحلال وغير الحلال، يسألون بعض المسائل يعني التي تهمهم، بعض الشبهات، الكون حصل صدفة. إذن هذا هو التدشين الرسمي لصفحة الفيسبوك الخاصة بهذه القضايا، هي في المقام الأول مخصصة للمبتعثين في المقام الأول، ولذلك يمكن أيضا التواصل عبر الخاص أو في الموقع نفسه للشبهات التي تواجهونها أو الاهتمامات التي تريدون، مما يعني تجدون في أنفسكم الحاجة إلى بثه ومناقشته. إذن هذه هي الصفحة. الآن سأختم بما يتعلق بالجانب الخلقي، وسأدخل مباشرة في صلب الموضوع. من الأهمية أن تدرك أنك إنما تكون بأخلاقك، وأنا أتحدث عن أخلاق مصدرها الأول دينك الذي تنتسب إليه، أتحدث عن أخلاق صاغها وشكلها لك إيمانك وصلتك بالله تبارك وتعالى، وهي مصدرها الأول. لا يعني أنه ليست هناك أخلاق إنسانية وأخلاق بشرية، يأتي واحد ويقول له هذا لا يؤمن بدين لكنه على خلق، لا إشكال عندي. مصدر هذه الأخلاق والمعايير الخلقية التي يحتكم إليها الناس إنما هي من عند الله عز وجل ومن صميم ديننا، لأننا سنسأل عنها عند الله تعالى يوم القيامة. أبرز الأخلاق التي تحتاج إليها أولا الاستقامة، يعني كيف يمكن أن تكون على خلق وأنت بعيد عن الله سبحانه وتعالى، تأتي ما حرم ولا تراعي حدوده. فإذا أصلح من شأن نفسك حتى تتمكن من تملك الأخلاق الرفيعة الفاضلة التي تحتاج إليها. ابتعد عن الرذائل، ابتعد عن ما حرم الله عز وجل. سنأتي إلى بعض التفاصيل، منها غض البصر، وأنا أقصد بغض البصر كل ما يمكن أن يفضي إلى الوقوع في الشهوات الجنسية، وأنا على ثقة أيضا أنكم حذرتم من هذا لاعتبارات يعني عديدة. أنا أقول لكم الآن الاعتبار الديني، اعتبار صلتك بالله سبحانه وتعالى، هذا الذي تعول عليه وهذا الذي سيحفظ لك دينك. فالله عز وجل يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كل أنواع التحرشات، مقدمات علاقات الجنسية، التواصل عبر المواقع الإلكترونية، هذه لا تفعلها لأنك تعلم أن عليك من الله تعالى رقيبا، وأن الله عز وجل مطلع على ما تفعل، وأنك سترتكب من الآثام والذنوب ما يفضي بك والعياذ بالله إلى سخطه جل وعلا. فدينك يأمرك أن تبتعد عنها، ولا يغررك أيضا ما يمكن أن يكون عليه حال المجتمع أو بعض رفقاء السوء، أنت مسؤول عن أعمالك، فانتبه لنفسك، ومعظم النار من مستصغر الشرر. لذلك أنت بحاجة إلى رفقة صالحة. انظروا أنا الآن أبين لكم جانب العمل الذي تحافظون به على أخلاقكم. أنت بحاجة إلى رفقة صالحة، لأن المرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، وهذا يسري على الطلاب والطالبات. الغربة كما يقولون كربة، فيها مشاق، فيها صعوبات، فيها وحشة، فيها انفراد وخلوة، فقد تدفعك إلى أن تأتي ما يتعارض مع دينك. فلا بد لك من أن تتحلى بالصبر، لا بد لك من أن تستعين بكل هذه الوسائل، ما كان قبلها وما يأتي بعدها بمشيئة الله. لكن الحاصل أن الصبر خلق من أخلاق هذا الدين، كلما تحليت به كتب الله عز وجل لك الفرج بإذنه. ثم الجد والاجتهاد، لأن الفراغ هو الذي يؤدي بك إلى البحث عن وسائل لتمضية هذا الفراغ، وغالبا ما تكون هذه الوسائل مما يسخط الله تعالى، له عبث، مجون، سفه، تتساهل، تبدأ في التساهل، تجرب بعض ما فيه المجتمع، وسنأتي إلى أمثلة منها، دخول في المسكرات، دخول في مخدرات. فلكن اشغل نفسك بالجد والاجتهاد، أنت هناك لغرض معين وتريد أن تعود
إلى وطنك لتعين في بناء هذا الوطن ولتسعد نفسك وأسرتك ووالديك اللذين ينتظرانك ولكي تكسب الرزق الحلال وتعين كما قلت في بناء هذا الوطن فلا بد لك لا مناص لك من الجد والاجتهاد أيضا إذا وكلنا سيتعرض كلنا يتعرض إلى أن يكون بحاجة إلى أن يستشير أخا له صاحبا له يثق فيه لا تتردد وفي المقابل أنتم أيضا إذا رأيتم صاحبكم أو رأيتن زميلتكن تبتعد تنفرد رأيتم زميلكم يبدأ يعني ينفرد بنفسه لا تسلموه إلى الشيطان لا تسلموه إلى شياطين الجن ولا إلى شياطين الإنس من واجبكم أن تعينوه من واجبكم أن تؤدوا واجب التعاون والتناصح واضح؟ إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ثم لا بد لكم من استصحاب شعور الولاء والانتماء لدينكم أولا ثم لوطنكم ثانيا أما لدينكم فموضوعه واضح وتقدم أما لوطنكم فأنتم لا تنتسبون إلى وطن هو على هامش هذا التاريخ لا تنتسبون إلى أمة هي من توافه الأمم لا أنتم تنتسبون إلى وطن له تاريخه وله حضارته وله أمجاده وله مشاركاته في التاريخ الإسلامي في التاريخ العربي في التاريخ الإنساني العام وتنتسبون إلى حاضر وطني مشرف أيضا بقيادته بما فيه من واقع فلا تستحي من ذلك وتذكر دائما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهل عمان أتيت ما ضربوك ما سبوك ولا ضربوك تذكر أنك عبر التاريخ كنت كيف لماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى أهل عمان كما كتب إلى الحضارات حول الجزيرة العربية كتب إلى اليمن إلى مصر إلى روما إلى فارس لأن هذه الحضارات التي كانت قائمة موجودة دول فيها حكام فخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعامل أهل عمان مع موفد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتاهم ثم عبر التاريخ هناك علماء هناك بحارة هناك تجارة هناك انفتاح على الآخرين هناك تعامل حضاري هناك هجرات وهناك استقبال لمهاجرين هناك مستوى حضاري خلقي معرفي ثقافي لا يتاح نحن لا نتنقص من شأن غيرنا لكن نعتز بما لدينا هذا الشعور وأنت الآن في بعثة حكومية أيضا تذكر هذا الأمر وأن ابتعاثك هذا يرتب عليك حقوقا لوطنك يرتب عليك حقوقا ستؤديها إلى وطنك تؤديها إلى أهلك إلى أسرتك إلى نفسك باعتبارك منتميا إلى هذا الوطن لكن كيف هذا هو السؤال الأهم أو ما هو أبرز ما نحتاج إليه كيف نحافظ على أخلاقنا كيف تتأتى لنا أخلاقنا لا تترك صلاتك هي عمود الدين وإن لم تحافظ على صلاتك فلا خير في دراستك ولا في بعثتك ولا في شيء من أمورك عمود الدين الصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة والصلاة ليست مجرد واجب تؤديه بل هي حق لنفسك عليك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا يمكن لبدنك هذا مثل سائر الأجساد لا بد لها من مصدر طاقة حتى تستمر في الحركة أنت كذلك لا بد لك من مصدر متجدد يجدد لك الإيمان ويبعث فيك الخلق ويذكرك بالمآل الذي تنقلب إليه أيضا إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر والدعاء وأنا ما أطلب منكم خلوة ما أطلب منكم شيء وأنتم في القطار وأنتم في الباص وأنتم في استراحة هذا وقت يرجع إليكم ما الذكر الذي يناسبكم لكن الحاصل تذكروا الله عز وجل حتى يذكركم ربكم جل وعلا ويكلأكم بحفظه ورعايته هو الحافظ هو الذي يحفظ عباده من كل سوء ومكروه هو الذي يخرجهم من الضيق هو الذي يكتب لهم اليسر بعد العسر هو الذي يعينهم على الثبات هو الذي يعينهم على فتسبب اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ثم لا تهجروا القرآن الكريم لا تقول لا خلاص احنا الآن في بلد غربة وهذا نهجره وراء ظهورنا ولسنا في حاجة إليه لا إياكم وأيضا ما أقولكم كما أنتم هنا قد لا يتاح لكم هذا لكن لا تتركوا ولو 5 آيات في اليوم وهذه نصيحة لكم أنتم اختاروا الوقت
الذي يستطيع منكم عند السحر الذي لا يستطيع إلا وهو ذاهب إلى كليته أو في وقت الاستراحة أو وقت المساء، الحاصل هذا وقت كأنه سر بينك وبين الله عز وجل، ولا تترك أحدا يفسد عليك هذه الخصوصية بينك وبين الله تعالى، وستجدون أثر ذلك في واقع حياتكم، في أخلاقكم، في معاملاتكم، وكما قلت قدر ما تستطيعون. ثم مما يعينكم على بناء هذه الأخلاق والمحافظة عليها كما قلت سابقا التعاون والعمل الجماعي، هذا يرتب عليكم، وأنا أقصد بها هنا حتى الأنشطة الثقافية الاجتماعية الوطنية، انتهاز المناسبات، الأنشطة الرياضية، هذه كلها مما يعين على صياغة شخصياتكم وحفظ هوياتكم. ولا تنتظروا أيضا أن تدعوا إليها، كونوا أصحاب مبادرات. واضح؟ بر الوالدين، واحد يأتي ويقول أنا سأحافظ على أخلاقي ولكن لا يطمئن أمة على حالته وأوضاعه وهي في قلق واضطراب، هذا ليس من الخلق. هذا لما قلت أنت أخلاقك اليوم، ولو برسالة، ولو بواتساب، إيميل، باتصال، ولو في ثواني، أمك هنا قلقة تسأل عنك وأنت هناك غير مكترث. والله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأقول أمك أولا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أمك، ثم أبوك، ولا حاجة إلى الاعتذار إلى الآباء لأن هذا هو ترتيبهم. واضح؟ يعني الآب إذا كانت تتصل بالأم كل يوم، الآب كل 3 أيام، ما شيء إشكال، هو يستطيع أن يصبر ويصبر المرأة، لكن أيضا لا تهملوه، لهم نصيب أيضا، وقد يكونوا أكثر قلقا عليكم. واليوم أتيحت الوسائل، لو تسألون يعني آباءكم أو إخوانكم الكبار كيف كانوا يتواصلون، يقطعون مسافات أو برسائل أو يقفون في طابور أمام ما يعرف بالهواتف هذه النقدية، لكن اليوم بكل سهولة. فلا تقطعوا، يعني احرصوا على طمأنة أهلكم، لا سيما الأم ثم الأب. لذلك أنا لما أتى موضوع الوالدين تركت حتى هذا يعني ما يعرض لكم، أنا لا أقصد مجرد أن تطمئنوهم على أوضاعكم وأحوالكم، أيضا أن تطمئنوا عليهم، أن تبعثوا فيهم، وأن تعرضوا لهم ما تواجهونهم من مشكلات. هم آباؤكم وأمهاتكم، سيعينوكم، سيعينونكم بإذن الله تعالى. ثم هين وصلنا؟ إذا ما ظهرت مشكلة، وستظهر مشكلات، ستظهر إخفاقات، ستظهر بعض الصعوبات، بعض الشبهات، بعض الشهوات، لا تنكفئوا على أنفسكم، لا تنعزلوا عن إخوانكم، لكن أقول إخوانكم وأنا أشترط الرفقة الصالحة. أما أن تشاور سفهاء أو سفيهات فلهؤلاء سيزيدونكم غيا وضلالا. ثم البعد عن المسكرات، وقلت المسكرات لأن قد تجد بيئة مفتوحة، وقد تبدأ المسألة بأمر يمكن تعدونه بتدخين على سبيل المثال، وبعد ذلك أو ماريجوانا كما في بعض البيئات أو غيرها، إياكم، لأن هذا النفق نفق مظلم، والله عز وجل سد الباب أمامه ونهاكم عن الاقتراب منه، فلا بد من تعزيز الواعظ الديني، وتذكروا كل ما يصاحب الدخول في هذا النفق المظلم من عواقب وخيمة ومن سلبيات ومن أمراض ومن إدمان ومن تخلف وانحطاط. فاربأوا بأنفسكم عن مثل هذه المزالق الشيطانية. ثم كلنا يخطئ، وخير الخطائين التوابون، كلنا سنخطئ، كلنا نقع في الخطأ، لكن الله عز وجل جعل لنا باب التوبة مفتوحا، ولست بحاجة إلى طقوس ولا إلى شيخ، هذا بينك وبين ربك جل وعلا الذي هو رب الجميع، أنت في صلتك بالله عز وجل تتوب وتستغفر، وإن أخطأت مرة أخرى تتوب وتستغفر الله عز وجل، هذا هو الذي يبقي لك أخلاقك. شكرا لكم، بارك الله.